منطقة تقع في أوزبكستان، أما مسقط رأسه فهي مدينة بغداد التي ولد وترعرع فيها. عد الخوارزمي من أهم علماء الرياضيات المسلمين، كان لأعماله دور كبير في تطور علم الرياضيات وبالأخص فرع الجبر الجبرة، وهو دور ريادي في نشر الأرقام الهندية المعروفة بالعربية. بلغ محمد بن موسى الخوارزمي أوج عمله في الدولة العباسية، وذلك في عصر الخليفة المأمون، وعمل في دار الحكمة خزانة الحكمة التي أسسها الخليفة المأمون، حيث كان هدفه من تأسيسها هو نشر المؤلفات وأعمال العلماء والبحث في الأعمال الغربية واليونانية والعمل على ترجمتها، وخاصة الأعمال العلمية والفلسفية. وقد تولى الخوارزمي إدارتها في الفترة الواقعة ما بين 813 ميلادي إلى 833 ميلادي، حيث شكلت هذه المدة فترة انشغال الخوارزمي بالعلم والأدب، وتمكن من خلال عمله في خزانة المأمون الاطلاع على الأعمال الهندية واليونانية وترجمتها. كما أمضى وقتا طويلا في دراسة علوم الفلك والجغرافيا والتاريخ والرياضيات، حيث أدى هذا إلى تعمقه الكبير في هذه العلوم وإلى تقديم أعمال وكتب مهمة في الجبر والمثلثات ورسم الخرائط والعديد من المؤلفات. لقد اشتهرت مؤلفات وأعمال الخوارزمي في العالم العربي، التي بدورها أدت إلى نقلة نوعية في العلم الجبر والحساب. فمن العلماء العرب الذين أشادوا بأعمال الخوارزمي ابن خلدون، الذي أقر بأن الخوارزمي هو أول من كتب في علم الجبر، ومن ثم قدم من بعده أبي كامل بن أسلم وعمر الخيام تصريحا واضحا بأهمية أعماله، وكان ذلك بثنائهم عليه واقتباس أعماله، وداعى صيت الخوارزمي حتى وصل إلى العالم الغربي. لقد ألف الخوارزمي العديد من الكتب التي ظلت مراجع أصيلة في مختلف العلوم لفترات طويلة من الزمن، ومن أهمها كتاب الجبر والمقابلة. افتتح الخوارزمي كتابه المشهور الجبر والمقابلة بالبسملة، وحمد الله على نعمه، وكان ذلك في عام 830 ميلادي. تناول هذا الكتاب مواضيع جبرية عدة، ومخطوطات هذا الكتاب محفوظة بمكتبة بودلين الموجودة في أكسفورد، ولم تنشر نسخة هذا الكتاب إلا لمرة واحدة، حيث كان ذلك في عام 1831 ميلادي. كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة هو أحد كتب الرياضيات التي ألفها الخوارزمي، والذي ترجم للغة اللاتينية، وكان يتضمن الكتاب مواضيع عدة، حيث تم توظيف علم الجبر في طريقة توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية، وكذلك اشتمل الكتاب على شروحات للهندسة فيما يتعلق بإيجاد مساحات الأشكال والأحجام وحسابها ضمن طرق معينة، وكان ذلك في القرن 12. كتاب صور الأرض هو أحد كتب الجغرافيا التي ألفها الخوارزمي، حيث كان يتضمن شروحات لمواقع البلاد معروفة أنذاك، واعتمد الخوارزمي في كتابته على كتاب جغرافيا بطليموس، وقام بتعديلات وتصحيحات عدة على هذا الكتاب، كما أشرف على تقديم أول خريطة للعالم في ذلك الوقت وقدمها للخليفة. الجداول الفلكية قام الخوارزمي وذلك بالاعتماد على مصادر يونانية بتأليف جداول فلكية أثرت بشكل كبير على الجداول الأخرى، حيث أصبحت معتمدة عند العرب وترجمت فيما بعد إلى اللاتينية. لقد طالت أعمال الخوارزمي مجالات عدة، فمنها الفلك والرياضيات والجغرافيا، وقد كان لإسهاماته دور كبير في تقدم هذه العلوم. ابتكر عالم الرياضيات الخوارزمي مصطلح الخوارزمية التي تميزت بدورها الكبير في فرع الجبر، كما وكان للخوارزميات أهمية كبيرة في علم الحاسوب وإجراء العمليات الحسابية فيه. نتيجة لذلك لقب الخوارزمي بأبو الحاسوب، وانتشرت خوارزمياته في جميع أنحاء العالم، حيث أنها ترجمت للغة الإنجليزية ألغوريتم، المشتقة من اسم الخوارزمي وتعني اللغة.
اللوغاريتم. كان للخوارزمي فضل كبير في تعريف العالم بالأرقام العربية والهندية إضافة إلى الرقم صفر. أهم ما اقتبسه الغرب من الخوارزمي، عد الخوارزمي ملهم الغرب حيث كانت اقتباساتهم كلها من عبقرية هذا الرائد في عالم الرياضيات والجبر. من أهم هؤلاء العلماء ألكسندر دي فيلاردي الذي قدم كتابه كارمن دي ألغوريزمو الذي اعتمد فيه على كتاب الخوارزمي، كان ذلك تقريبا عام 1220 ميلادي، ليقدم بعده بحوالي 30 عاما جون أوف هاليفاكس كتابا آخر اسمه ألغوريزموس فيلغاريس الذي بني على نفس أسس الخوارزمي. المؤكد أن جميع كتب وقواميس العالم عن علم الجبر مستمدة من الكلمة العربية الجبر. توفي الخوارزمي سنة 850 ميلادي في مدينة بغداد بعد مسيرة مليئة بالعطاء، فانيا عمره في علم الرياضيات والحساب. من أهم أقوال الخوارزمي: العشرة مجاملة لا معاملة، والمجاملة لا تسع الاستقصاء والكشف، والعشرة لا تحتمل الحساب والصرف. الاعتذار في غير موضعه ذنب، والتكلف مع وقوع الثقة عيب، والدواء لغير حاجة داء، كما أنه عند الحاجة إليه شفاء. الاستقالة تأتي على العثرات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. الطير واقعه مع مثلها، والنفس مائلة إلى شكلها. لعل من أهم ما ترك عالم الرياضيات الخوارزمي من كلام مأثور حول الإنسان عندما سئل فأجاب: إذا كان الإنسان ذو أخلاق فهو يساوي واحد، وإذا كان الإنسان ذو جمال فأضف إلى الواحد صفرا يساوي عشر، وإذا كان ذو مال فأضف صفرا آخر يساوي مئة، وإذا كان ذو حسب ونسب فأضف صفرا آخر يساوي ألف. فإذا ذهب العدد واحد وهو الأخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها. أربعة عشر ألف سيدة جزائرية تتلقى خبر إصابتها بسرطان الثدي. كل رقم يخفي وراءه خوف امرأة من شبح المرض أو صفحة أمل تكتبها سيدة.